في فير بلاي نحكيه على ايضا على تبعات مقابله النادي الافريقي وكذلك نجم المتلاوي. منذ قليل كان معنا رشيد الزمرني، سمعنا وجهه نظر الكلوب من اللي صار هذا الكل. بريفيو نورمالمون باش يكون معنا شكون من السي اس اس باش نسمع وجهه نظر نتاعهم. كنا تحدثنا مع المكلف بالاعلام محمد الطهري، كان وعدنا باش يكون معنا قبل نهايه الحصه من 3:30 شكون، مازال نستناو في الرد نتاعو الى حد الان، ان شاء الله يكون معنا شكون من السي اس اس. لكن قبل هذا ديما مع المقابله هذه والاحداث اللي صارت، مجموعه من تدوينات لكمال بن خليل الناطق الرسمي السابق للنادي الافريقي على صفحات التواصل الاجتماعي كانوا اثروا برشا جدل البارح، حتى الكتيبه ما تعودناش بها من الاستاذ هو معنا بالتليفون باش يوضح شنو صار بالضبط وعلاش كتب التدوينات هذه. استاذ هذا بيك. اهلا وسهلا سلام، مرحبا بيك وبالساده المستمعين. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. باهي استاذ، نجم نقولوا خرجت شويه عن النص، سخنت البارح، شنو صار بالضبط؟ صحيح صحيح، معناتها البارح بعد نهايه مباراه بالضبط ووقتي بون، معناتها الناس الكل شافت في النهايه نتاع المباراه، معناتها اللقطه اللي صارت من حارس نادي الصفاقسي مبغير، معناتها كنا في حاله من الغضب. لقطه شنو يا استاذ؟ واضحه وكحطيتها انا على الصفحه نتاعي، توجه ما نعرفش صار له خلاف مع لاعب من لاعبي النادي الافريقي، توجه بالشتم للاعب هذا، كانت واضحه معناتها اللقطه وتونس كامله شافتها. هو استاذ حسب كلامه هو وحسب طلبت تسمع فيا تسال شنو صار، وقع علامي انه معناتها ونحكي بكل وضوح معناتها ما نخبي شيء، قالوا لي انه عند خروج اللاعبين لحجرات الملابس معناتها كانوا ثم مجموعه من انصار نادي الصفاقسي يغنيوا العام الجاي الشرفي، فعل معاهم الحارس دحمان دون بقيه اللاعبين، فكتبت انا في حاله من الغضب كتبت التدوينات هذوكم اللي بعد دقائق معدودات سحبتهم، وكنت حتى كتبت تدوين اعتذرت فيها معناتها على الكلام اللي قلته، اللي انت معناتها انا من غير ما نخبي قلت انت كان خارج شويه عن النص، صحيح كنت في حاله من الغضب على النتيجه. تصرف الحارس استفزاز وهذاك خلاني معناتها نزيد نغضب اكثر. بون بعد دقائق من غير ما نحشمش من الاعتذار، انا معناتها اتصلوا بيا بعض الاصدقاء معناتها من النادي الصفاقسي ولا من الانصار بتاع النادي، لموني قلت لهم صحيح تسرعت سحبت التدوينات وقدمت اعتذاري لهم. هذا هو واضح. من التعبير نتاعك ما كنتش حاضر انت سي كمال، ينجم يكونوا غلطوك. ما عملت تليفون وقالوا لي شنو صار. ينجم يكونوا غلطوك ولا لا؟ من بعد تاكدت اللي صار. باهي نسالك سؤال، علاش اللاعبين الكل توجهوا للحارس دون غيري؟ معناتها صار شفت انت اللي صار بعد الماتش، ما ينجموش يكونوا غلطوني معناتها، على خاطر شفت معناتها رد الفعل العنيفه اللي صارت تجاه الحارس دحمان دون غيري. فهمت؟ دونك اللي شفناه الكل يفسر نوعا ما انه صار استفزاز، بون من حقه هو، احنا راهو باش نكون واضح انا ما عندي حتى اشكال في انه يلعب مباراه كبيره وانه يدافع على هذا حقه معناتها، هذا المفروض انه يدافع على النادي، لكن الاستفزاز معناتها انك تغني العام الجاي الشرفي واحد الحقيقه نتاع ربي معناتها واحد بشر وضعيه نفسانيه وفريقه معناتها في المرتبه الاخيره، الله غالب معناتها صار الانفلات هذاك اللي انا اعتذرت عليه. خاطر تقريبا طريقه نتاع احباء شويه مش تاع مسؤولين. الله غالب، انا محب توا مانيش مسؤول، محب وطويت صفحه المسؤوليه طويتها في النادي الافريقي. اول مره في حياتي نعيش الوضعيه اللي يعيش فيها الفريق في المرتبه 16، معناتها وضعيه صعيبه برشا، وديجا تعداو 3 جورني من الرطور. دونك الحقيقه نتاع ربي معناتها في نهايه الامر انا نقعد محب معناتها الوضعيه نتاع النادي الافريقي، ماثر علينا نحب ولا نكره، ماثر علينا في حياتنا، ماثر علينا في تصرفاتنا، ماثر علينا ما حتى حد، حتى محب من النادي الافريقي ما هو يعيش في حاله عاديه توا نتيجه الوضع الخايب والمتازم اللي فيه الفريق. واضح، يعطيك الصحه، حاب اسمع وجهه النظر نتاعك استاذ بخصوص ولا مرة اخرى معناتها نقول لاحباء النادي الصفاقسي والصفاقسي اصحابي معناتها راهو ما عندي حتى نيه في الاساءه ليهم، كانت معناتها في اطار الرياضه فقط، معناتها توجهت للاعب والله غالب معناتها اعتذاراتي مره اخرى اذا كان شافوا في الكلام هذا فيه مس منهم. واضح، يعطيك الصحة أستاذ، مازلنا في انتظار باش يكون معنا شكون من السي اس اس، كما وعدنا السيد محمد الطاهري الناطق أو المكلف بالإعلام في السي اس اس، نسمعوا وجهة نظر السي اس اس، حتى في صف التعليقات على صفحتنا في فيسبوك طلبوا باش يكون معنا شكون من السي اس اس، أيضا باش نسمعوا وجهة نظر نتاعهم، إن شاء الله باش بعد شوية الحصة ما تفرنس تنتهي، يكون معنا شكون من السي اس اس وإلا لملف مناسبات قادمة، فاصل.
ثم مكملين بعد شوية في آخر جزء من حصة